نتائج وتوصيات عدة خرج بها المؤتمرون في ختام المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في القارة الإفريقية الذي انطلق الثلاثاء تحت شعار بذل السلام للعالم. ومن أبرز التوصيات تأسيس جائزة إفريقيا لتعزيز السلم من أجل تشجيع وتقدير من لهم إسهامات بارزة في تعزيز السلم والمصالحات في القارة الإفريقية. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم بحضور رئيس النيجر محمد بازوم على ضرورة مواصلة البحث عن خطاب جديد مقنع ومقاربة متجددة تفتح الآفاق وتقترح الحلول، إضافة إلى استحداد لجنة للحوار والمصالحة والتنمية تجمع بين الحكماء والوجهاء من مختلف العرقيات. كما أوصوا بضرورة إنشاء وتنظيم قوافل للسلام تتكون من أئمة ووجهاء، خاصة في البلدان التي تنتشر فيها الحروب الأهلية بشكل كبير، ويدعم هذا الجهد الفكري بجهد تنموي يعمل على مساعدة المتضررين وتشغيل العاطلين وتعزيز الدولة الوطنية. واتفق المشاركون كذلك على تأسيس مقر رئيسي للمؤتمر الإفريقي بالعاصمة نواكشوط يعنى بتعزيز السلم وبث قيم التسامح والتعايش في إفريقيا بشكل عام ودول الساحل بشكل خاص. ومن أجل متابعة التوصيات والاقتراحات وبلورة الأفكار دعا المشاركون إلى إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية بالإضافة إلى تكوين لجان تربوية لإعداد برامج تعليمية لمكافحة أفكار التطرف. وطالب المشاركون بعقد شراكات بين المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم والمؤسسات الدينية والجامعية الحكومية والخاصة الإقليمية والدولية من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات إعلان نواكشوط 2020، داعين إلى نشر مخرجات هذا الملتقى عبر وسائل الإعلام المختلفة في القارة. وانطلقت الثلاثاء في العاصمة نواكشوط فعاليات المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نسخته الثانية بمشاركة وفود عربية وإفريقية.